على ذكر بقى علاقه الاهلي بلاعيبته وشعور لعيبه الاهلي، لانه الحقيقه شيء يعني ملاحظ جدا ان ناس كتيره تقول هذا الجيل، جيل الشناوي وايمن اشرف وشريف وديانج والسوليه، مش عايز انسى حد منهم تاني، كلهم على بعض تقريبا في الطريق الى اعاده انتاج الجيل الذهبي بتاع وائل جمعه والحضري وابو تريكه وبركات وبقيه المجموعه. في كتير من السمات موجوده، الدي ان ايه الاهلاوي بدا يتحس، بدا تحسه مع بعض العناصر. عجبنا كلام عمرو السوليه وهو بيتسال، لو اتعرضت عليك كارتين فلوس عشان تسيب الاهلي هتشيل الكرتونه ولا تفضل في الاهلي؟ نشوف. لو جالك عرض تسيب الاهلي؟ لا. بس هل جربت؟ يعني مع احترامي مثلا في بعض اللعيبه يقول لك مثلا لو انت النهارده بتاخد جنيه جالك كرتونه كده كاش مثلا فيها 10 جنيه يعني 10 سنين لعبه مثلا، تقومها ولا تعمل ايه ولا ما فكرتش ولا ردك حاضر حتى لو فكرت؟ لا، انا واحد من الناس اتمنى ان انا اكمل في النادي الاهلي، اتمنى احقق اكبر عدد ممكن من البطولات مع النادي الاهلي. اسم الاهلي يخليك دايما هو في اولوياتك وتضحيه في الفلوس وعندك عشم دايما الفلوس جايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني اسم الاهلي طبعا اول حاجه، اتمنى يعني كان حلمي ان انا احقق بطوله افريقيا، وكان حلمي ليا ان انا اكون موجود في كاس العالم. انت معنى كلامك كده ان انت في مصر خلاص مش هتلعب غير الاهلي؟ ان شاء الله. خلاص يعني ان شاء الله ما عادش ينفع صح؟ لا خلاص، يعني طالما الواحد يعني مبسوط وراضي وناجح في المكان ده خلاص هيمشي ليه؟ هو بس انا تعليقي عن السؤال نفسه، هو ليه السؤال بيتسال كما لو ان الخيار بين البطولات ولا الفلوس؟ ما انت في الاهلي بتاخد الاثنين يا اخوانا، انت بتاخد فلوس كويسه جدا، بتاخد الثلاثه والاربعه والخمسه. انما انت عايز تاخد فلوس كتيره ولا فلوس اكتر بكتير من كتيره مقابل البطولات؟ لا، اخد فلوس كتيره وبطولات، هو ده الواقع الحال اللي هو بيقوله له. انا مبسوط، يعني انا مبسوط يعني ايه؟ يعني ما باخدش فلوس وباخد بطولات؟ لا، باخد فلوس مكفياني ومأمناني وجنبها باخد بطولات وباخد مصداقيه عند جماهير، باخد شهره واخد وهاخد مستقبل بعد كده. هو ده الحسبه، فمحدش يصور الامر كأن الامر انت بتضحي في النادي الاهلي. يعني انا في النادي الاهلي المعادله حلوه، الفلوس كتيره والبطولات كتيره جدا الحمد لله، اللهم لا حسد واعملوا اللي انتوا عايزينه واقرأوا المعوذات. لكن اللي انا عايز اقوله دايما الحوار ما يبقاش المفاضله بين البطولات والاموال، لا، اخد اموال واخد بطولات. اللي بيروح ريال مدريد عايز الاثنين، اللي بيروح ليفربول عايز الاثنين، اللي بيروح بايرن عايز الاثنين. طب هم بتوع البايرن ها مثلا ما يجيلهمش ليفاندوفسكي ده، ما يجيلوش عروض اكتر بكتير قوي بره البايرن؟ يجيله، لكنه هو حاسس كده ان هو في المكان الافضل. المعادلة ماشية موزونة حلوة، الفلوس كتيرة والثقة كتيرة والشعبية كبيرة والبطولات كتيرة، يمشي ليه؟ راحة البال مهمة جدا يا استاذ ابراهيم. انا اعمل شغلانة بحبها ها في المكان اللي بحبه، ممكن في حتة تانية مرشح ان انا اخد فلوس اكتر في اللحظة دي بس ما استمرش. صحيح. بعد كده يبقى اللي استمر في مكانه خد فلوس اكتر في النهاية.